السلام عليكم. احنا اليوم بمناسبة يوم الأعمال الخيرية بالوسط العربي وبدولة إسرائيل، اليوم الشرطة الجماهيرية عرعرة بقيادة أيمن كعبية وزميلي دورون لامبرسكي جينا هون على بيت المسنة بعرعرة، عملنا تنظيفات، زراعة أشجار، ترميمات وأعمال للمسنات. لهي اليوم جبت معي 10 رجال شرطة اللي أجوا وساعدونا يعطيهن العافية، وبحس وشفت الانبساط على وجوه المسنات هون، وهي الإشي كل سنة إحنا بنعمله. السنة المرقة عملت في الروضات في مدرسة الظهرات، وهي مناسبة عزيزة اللي أنا بحب أخدم المجتمع وبخدم الكبار السن، واخترت للمسنات اليوم عشان تقدير واحترام لإلهن وللتعب ولشغلهن اللي عملوه ولوصلوا لهذا الجيل. أنا أم أكرم عزب، مديرة جمعية نبض الحياة. الجمعة اللي فاتت أجا عندي على نادي بيت المسنات شرطي اسمه أيمن كعبية، اتعرفت عليه، حب إنه يعمل لنا يوم تطوعي للمسنات للجنينة تبعت المسنات. أنا رحبت فيه لأني أنا بحب الأعمال التطوعية من قبل أي إنسان في بلدنا أو أي بلد آخر بيجي عنا وبتطوع مع المسنات لأنهم بحاجة للتطوع. واليوم أجو ونسقت أنا وياه أي يوم، كان هذا اليوم اللي هو يوم الثلاثاء، هو أجا عنا واستقبلنا وجايب معاه كل الأشياء اللي بتلزم للشغل في الجنينة. كان يوم حلو، يوم نشاط، الكل انبسط، حتى الحجات لما شافنهم انبسطوا. كل شكر لأيمن كعبية اللي زارنا مشان يزيد النشاط دائما مع باقي الناس اللي موجودة عنا بالبلد من باقي الجمعيات اللي موجودة عنا بالبلد. مش مشكلة أي إنسان متدينين مش متدين، أي حركة أي جمعية، كل الجمعيات إحنا مستعدين نستقبلها في بيتنا، وأهلا وسهلا بكل إنسان حابب يدعم بيت المسنات، وشكرا. طبعا أنا إيمان مسعود من عرعرة، مركزة في بيت المسنات في عرعرة من قبل مجلس عرعرة. طبعا صار عن التنسيق من قبل أيمن عود من الكعبية إنه يتواصل معنا يجي يوم تطوعي. يوم التطوع إحنا نستقبل أي جمعية، أي شخصيات، أي مؤسسة إلنا لهذا البيت، ودعم للمسنات وللحجات ودعم لأهل البلد. وإحنا بنرحب بكل مؤسسة، بكل حركة، بكل إشي حابة تيجي تتطوع للمسنات وتعطيهم الدعم والرفاهية وكل إشي، وأهلا وسهلا فيهم. بك الإشي اليوم إشي مميز. كمان زارونا من مدرسة الإعدادية عرعرة، من مدرسة الابتدائية عرعرة، بنقولهم أهلا وسهلا فيكم هذا اليوم، بنرحب فيكم وأهلا وسهلا فيكم دائما. يعني برضو بدي أحكي شوية إنه يعني رسموا بسمة على وجوه الحجات، يعني الشرطة دائما بالكل بخاف شرطة، أما لما بيبدوا بهاي الفعاليات وهاي التطوع بالبلد بصيروا مقبولين على الجماهير العربية اللي إنها دائما بتظلها خايفة شوية من الشرطة. خلي الشرطة يبقى هم أولادنا، هم أهل بلدنا، هم خايفين علينا، إحنا حابين هذا الإشي يستمر على استمرارية دائمة، وإن شاء الله إنه ربنا بيوفق الجميع.